صور ثانية. يلا بسم الله. هسه هذا عندنا البلاد اجار. بلاد اجار هذا الجروث مال الباسيلس سبتاليس. نلاحظ ان الشيء المميز به هي الزون اوف هيموليسيس. زون اوف هيموليسيس هذه يعني هي تكون المناطق هذه الجروث مالتها، المناطق اللي دائما اللاينز اللي دائما مالتها تكون شويه يعني فاتحه افتح منها، هذه زون اوف هيموليسيس. اذا هذه الباسيلس سبتاليس. اذا لاحظ الكولونيز هسه هذا واضح الهيموليسيس دائما دائما يكون على شكل لاينز هنا. اذا لاحظ تعال هنا الكولونيز مالتها تكون جريش وايت كولوني. طبعا هي اللارجست كولوني، اللارجست كولوني جروث اكبر من الستاف اوريوس اللي اخذناه هذنا، وتكون قلنا وايت جريش ولارجست وكونتينوس جروث. اذا تلاحظ بيها انه شنو الجروث مالتها كونتينوس. هذا بالنسبه للكولونيز. نفس الشيء هسه هذه هسه هذا شو فحصنا خلينا نشوف هذه هم بلاد اجار، بس هنا الزون اوف هيموليسيس ما تكون على شكل يعني لاينز المنطقه الفوق كلها صاير. هذه هسه هذا الجوه هذا البلاد اجار الطوخ، هذا الفوق كله صاير على شكل زون اوف هيموليسيس. ماشي. نفس الشيء الكولونيز هم تكون اذا نجي نشوفها هم تكون جريش وايت وكونتينوس جروث ولارج لارجست كولوني هي باسيلس سبتاليس والريجولر. هذا تقريبا هو هذه بالنسبه للبلاد اجار جروث اند بلاد اجار. اذا بلاد اجار باسيلس سبتاليس.